أنا في حاجة محيراني جدا ونفسي أخد رأيك فيها. اتفضل سماعتك. بص أنا معروض عليا وظيفة كده يعني مرتب كويس قوي، بس المشكلة إن أنا نفسي يكون ليا مشروع خاص. طب أنت عندك مشروعك الخاص؟ طبعا أنا ممكن أشارك أهم رجال الأعمال في البلد. لكن شو ناطر؟ يعني الفلوس. بصي بصراحة كده أنا لو شاركت حد هيبقى نسبتي أقل منه بكتير جدا، وده هيخليني موظف في الشركة وأنا مش عايز أعمل كده بصراحة. معك حق، بس أنا قدامي مركز علاج طبيعي ممكن أشتريه دلوقتي، بس زي ما بقولك المشكلة في الفلوس. ما بعرف شو بدي أقولك، يعني أنا بصراحة هاي المشاريع الخاصة ما كتير بآمن بنتائجها. تعرف شو، خالتي صار لفترة عم تنق كتير علي مشان أعمل مشروع خاص فيني، بداني انشغل، بس بصراحة أنا ما عندي جرأة أبدا. عندك حق، انت لو دخلتي مشروع مش في تخصصك في نسبه كبيره قوي ان انت تفشلي. صح، احنا اتكلمنا في الشغل كتير قوي، بس you look so beautiful today. Thank you.